تيدكس. تيد بالإنجليزية هي اختصار لتكنولوجيا وترفيه وتصميم. تيد سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم، وترعاها مؤسسة سابلينج الأمريكية، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية شعارها أفكار تستحق الانتشار. تأسست تيد في العام 1984 كحدث لمرة واحدة، وقد بدأ المؤتمر السنوي في العام 1990 في مونتري كاليفورنيا. كان تركيز تيد المبكر على التكنولوجيا والتصميم متوافقاً مع نشأتها في وادي السيليكون، وتعقد الفعاليات اليوم في لونج بيتش ولونج سبرينغ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، مترافقة مع بث حي للمحادثات التي تتناول مجموعة واسعة من المواضيع في مجال البحث والممارسة العلمية والممارسة العملية للعلم والثقافة، ويتم ذلك غالباً بطريقة سرد القصص. يعطى المتحدثون 18 دقيقة كحد أقصى لعرض أفكارهم في أكثر الوسائل ابتكاراً وإثارة للاهتمام. تتضمن قائمة المتحدثين السابقين بيل كلينتون، جين جودل، مالكوم جلادويل، آل غور، جوردن براون، ريتشارد داوكينز، بيل غيتس، المربي سلمان خان، مؤسسا جوجل لاري بيغ وسيرجي برين، والعديد من الفائزين بجائزة نوبل. أمين التيد الحالي هو كريس أندرسون، صحفي الحاسب البريطاني السابق وناشر المجلات. من عام 2005 إلى العام 2009 تم منح 3 جوائز سنوية من تيد قيمتها 100,000 دولار لمساعدة الفائزين بها على تحقيق حلمهم في تغيير العالم. لكن ابتداء من العام 2010 تغيرت عملية الاختيار لتشمل فائزاً واحداً فقط، في سبيل ضمان أن تيد ستتمكن من تحقيق أقصى قدر من الجهود يمكن بذلها في تحقيق رغبة الفائز، ويكشف كل فائز عن رغبته في المؤتمر السنوي الرئيسي. تتوفر مؤتمرات تيد للمشاهدة المجانية على الإنترنت برخصة التشارك الإبداعي على موقع TED.com، وذلك منذ عام 2006، وقد تم ترجمة المقاطع إلى مختلف اللغات ومن بينها اللغة العربية. يبدأ بيان أهداف تيد بالفقرة التالية: نحن نؤمن بحماسة بقدرة الأفكار على تغيير التصرفات والحياة، وفي النهاية قدرتها على تغيير العالم. لذا فإننا نبني هنا مكاناً لتبادل المعلومات لنوفر المعرفة المجانية والإلهام من مفكري العالم الأكثر إيحاءً ومن مجموعة من الناس المتعطشة لمشاركة الأفكار مع الآخرين. وأضيف في العام 2005 بإشراف من أندرسون مؤتمر دولي شقيق آخر تحت مسمى تيد العالمي، وقد عقد في ترتيب زمني وهو كالتالي: في أكسفورد المملكة المتحدة عام 2005، وفي أروشا تنزانيا عام 2007 بعنوان تيد إفريقيا، ومرة أخرى في أكسفورد عام 2009 و2010، بالإضافة إلى مؤتمر آخر باسم تيد الهند في ميسور عام 2009، كما عقد في عام 2011 و2012 مؤتمر تيد العالمي في أدنبرا في اسكتلندا. ودخلت مجهودات تيد بذلك إلى تقديم محاضرات من متخصصين وباحثين في الصحة والتعليم والرياضة والفصاحة والتغذية وغيرها، وبالفعل كل من له سؤال في موضوع معين فإنه يجد في تيد محاضرة أو أكثر تفيد موضوع الباحث. ينشر على موقع تيد الإلكتروني TED.com أفضل الخطب والعروض من تيد وشركائهم للعالم مجاناً. يوجد الآن أكثر من 900 خطبة، ويتم إضافة المزيد أسبوعياً. جميع الخطب مترجمة باللغة الإنجليزية، والعديد منها مترجم بلغات أخرى. بدأت خطب تيد كمحاولة بسيطة لمشاركة ما يحدث في تيد مع العالم تحت مظلة أفكار تستحق الانتشار. نشرت الخطب على الإنترنت، سرعان ما جذبت ملايين المشاهدين من جميع أقطاب الأرض. يساعد برنامج زملاء تيد مفكري العالم
أن يصبحوا جزءاً من مجتمع تيد وتضخيم تأثير مشاريعهم ونشاطاتهم المثيرة. يستمد أفراد زملاء تيد وتيد العالمي من تخصصات كثيرة مختلفة تعكس تنوع مجتمع تيد: التكنولوجيا والترفيه والتصميم والعلوم والعلوم الإنسانية والفنون والأعمال والمزيد. اليوم يعتبر تيد مجتمع عالمي، إنه مجتمع يرحب بالأفراد من جميع التخصصات والثقافات، ممن يسعون إلى فهم أعمق للعالم. ممن يسعون إلى فهم أعمق للعالم.